السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام ونبديها بالعناوين الأبرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام ونتحدث بها بعد أن أبحرت حكومة السوداني بشاغر وزارتين نتيجة خلاف داخلي بين أحزاب الشمال حول أحقية من منها الظفر بالمتبقي من الحقائب الوزارية. تمكن مجلس النواب اليوم من إكمال الكابينة الوزارية قبل جهود رئيس الوزراء وقادة الإطار في رأب الصدع بين الحزبين الرئيسيين لإقليم كردستان والانتقال نحو مرحلة توديع شواغر الوزارات والإدارة بالإنابة، ويمنح الحكومة الحالية مزيد من فرص النجاح خاصة مع جو سياسي مفعم بالاستقرار، وهذا ما يدفع الجميع حكومة وقادة إلى التركيز نحو تطبيق المنهاج الوزاري. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة راح نتحدث به عن الاستثناءات المريبة في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ووصلت عند الجوازات الدبلوماسية. القانون العراقي ينص على منحه لكبار الشخصيات في الدولة العراقية والاستثناء من ذلك حصرا بيد وزير الداخلية، إلا أن العراق سجل أرقام قياسية مخيفة. خلال عام واحد فقط تم إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي، وبحسب نواب أن الحصة الأكبر كانت للمشاهير وعارضات الأزياء، ففوضى جوازات السفر الدبلوماسية تحتاج إلى ضابط أمن يغلق هذا الباب من أبواب الفساد. إذن مشاهدينا الأحبة في ملفات هذه الليلة راح نستضيف ضيوفنا الكرام نتحدث عنها بشكل تفصيلي، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. يعني نتحدث عن ما طوته الحكومة الحالية من صفحة معقدة ومركبة بما حصل من خلافات حول حسم وزارتين. جهود حثيثة من قبل رئيس الوزراء بدأت أو بذلت من أجل إيجاد صيغ توافق كردية تضمن السير الطبيعي للعملية السياسية، وهذا ما حدث فعلا في جلسة مجلس النواب اليوم. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بعد أكثر من شهر على نيل الحكومة الجديدة ثقة، نجح مجلس النواب في استكمال طاقم الكابينة الوزارية بالتصويت على الوزارتين الشاغرتين الإسكان والإعمار ووزارة البيئة، بعد نجاح رئيس الوزراء محمد السوداني في تذويب الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن الحقائب الوزارية وحلحلة الخلاف بين أربيل والسليمانية. وبالأغلبية المطلقة صوت البرلمان على نزار سعيد وزيرا للبيئة وبنكين ريكان وزيرا للإسكان والإعمار، وبهذا تكون حكومة السودان مكتملة ولا تدار أي حقيبة منها بالوكالة. وباجتياز الكردي ملف الوزارات الشاغرة فإنه يفتح الباب أمام إزالة عقبة رئيسية على طريق تفعيل الحكومة لبرنامجها الوزاري والبدء في ترجمة ما ورد لإخراج العراق من دوامة الأزمات التي تعصف به. فاكتمال التشكيلة الحكومية يمنحها الضوء الأخضر لمتابعة خطوات الإنجاز، خاصة وأنها حققت نقلات نوعية في عديد من الملفات التي تمس جوهر معاناة المواطنين، فضلا عن الملفات السيادية، وهي أي حكومة السودان تتمتع بعناصر قوة تمكنها من النجاح. الأبرز فيها وجود كتلة سياسية تتبنى مشروعه بصريح العبارة والوفرة المالية التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بهاي الحلقة أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي والأستاذ إبراهيم السراج
المحلل السياسي، حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ عباس، نتحدث عن منح الثقة من قبل مجلس النواب لوزارتين متبقيتين. بهذه الحالة أصبحت الكابينة الوزارية مكتملة ولا وزارة تدار بالوكالة، بالتالي هل هذا الموضوع يعزز أداء الحكومة في المرحلة المقبلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أحمد، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهوركم متابعيكم الكرام. نعم، بالتأكيد هناك توقيتات دستورية أو توقيتات على أقل تقدير من ضمن المنهاج الحكومي الذي طرح على البرلمان والذي صوت عليه، كانوا قد وضع السيد الشاع بعض التوقيتات المتعلقة بإدارة الوزارات وإدارة ملفات هذه الوزارات، منها 3 أشهر و6 أشهر وعام كامل لمراجعة كل تداعيات الحكومة وإنتاجاتها. بالتأكيد وجود وزارات شاغرة هو سوف يفرغ مسؤوليته. اليوم البرلمان ومجلس الوزراء أعتقد أن أنهى هذا الموضوع بشكل كامل. بقيت ما في الوزارات من مدراء عامين وأقسام، هذه تدعي أن يتم الاستعجال بها لكي يتم إنفاذ المشروع لكل وزارة ومحاسبتها بحسب برنامجها المرسوم، حتى لا تكون هنالك أدار إدارية في عدم تمرير هذا. وبقت نقطة مهمة جدا اللي هي أهم من إشغال الوزارات، هي إن التصويت على الموازنة. عملية التصويت على الموازنة سوف تسمح للسيد محمد الشياع بتنفيذ برنامجه الحكومي، ولن تبقى هنالك أي ذريعة، وزارات كاملة لا توجد وزارة شاغرة، وإمكانية مالية بعد التصويت سوف تكون حاسمة، وبالتالي يتم العد الرقابي للبرلمان في متابعة عمل الحكومة ونتاجاتها. طيب أستاذ إبراهيم، جدد ترحابي بحضرتك، أيضا نتحدث عن ذات الموضوع، ما تم في مجلس النواب اليوم من التصويت على وزارتين متبقية، البيئة والإسكان والإعمار. بالتالي نتحدث عن هذه الوزارتين لما تمنح لإقليم كردستان، هذه الوزارتين هل ستدخل ضمن المعادلات السياسية اللي من المؤمل أن تشهد العملية السياسية استقرار نسبي في هذه الأوزان السياسية، ومن ثم نتحدث عن الاستقرار السياسي بصورة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الأخ العزيز السيد عباس العرداوي. حقيقة أنه عملية إكمال الكابينة الوزارية يعني ندل على شيء، فيدل على أن هناك توافق سياسي ولو مؤقت. هذا التوافق قد يكون مؤقت نوعا ما، خاصة بين الحزبين الكرديين، يعني هي المخالفات لازالت مستمرة، ولكن هذا يعني يعطي دفعة كبيرة للسيد محمد الشياع السوداني المضي قدما نحو تنفيذ برنامجه الحكومي. أنا أعتقد الآن التوافق السياسي الآن هو الذي حكم العملية السياسية، وبالتالي أن مخرجات حتى حكم السيد محمد الشياع السوداني هي توافق سياسي مبني على ما ذكر أو ما تم الاتفاق عليه. ولكن أستاذ إبراهيم، يعني هذا التوافق السياسي، أريد نفسر السلوك السياسي في الفترة المقبلة، هل سيمتاز بالاتزان السياسي أم أن التعقيد راح يسود هذا المشهد؟ لا، أنا أعتقد في حكومة السيد محمد الشياع السوداني قد يكون الأمر مختلف اختلاف جذري، يعني والآن الصلاحيات التي منحت له وأيضا الدعم الكبير من قبل الإطار التنسيقي لحكومة السيد محمد الشياع السوداني قد يحول الوزراء الذين كانوا أو الوزراء الذي يمثلون الجهة السياسية والمذهبية وما شابه ذلك، قد يكونوا ربما أكثر عملا من السابق في الحكومات الماضية. لذلك انا اعتقد انه تعاملهم الان مع الحكومه، مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء قد يختلف اختلاف جذري. اولا هناك برنامج انتخابي، برنامج حكومي، وهناك تحديات، وهناك وعود حكوميه لتنفيذ هذا البرنامج. لذلك الان الوزير لم يكن الان حسب الان الاراده السياسيه للحكومه وحسب البرنامج الحكومي، لم يكن الان ممثل للحزب فيها في الكابينه الوزاريه، بل ابعد من ذلك، هو الان يرى نفسه وزير في كابينة السيد محمد الشياع السوداني. طيب، الذي هو محاط بدعم برلماني ومحاط بدعم شعبي ومحاط أيضا ببرنامج حكومي يسعى إلى تطبيقه. شهر كامل مضى لن يتعامل هو السيد محمد الشياع، وهو قالها في كثير من المناسبات، لن أتهاون مع أي فاسد أو مهمل أو شخص ربما غير كفو أو غير جدير بهذه الوظيفة. لذلك نعتقد الآن الحسابات اختلفت نوعا ما، قد تكون مخرجات الحكومة صحيح أكو تحديات، ولكن مخرجاتها الآن تبشر بالخير وتدفع باتجاه أن ينفذ البرنامج الحكومة على الأقل 80%. طيب أستاذ عباس، أيضا نتحدث عن هذا الملف، بطبيعة الحال اليوم
أشرت حضرتك إلى أن هذه الحكومة مطالبة بإرسال ميزانية 23 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها وإقرارها. هذا الاكتمال في الوزارات هل سيؤدي إلى خلق أو كتابة موازنة بالفعل تؤدي خدمة للمواطن، كما أشار الإطار التنسيقي منذ الوهلة الأولى بأن هذه الحكومة ستكون حكومة خدمات، راح تقدم الخدمات من خلال هذه الوزارات المكتملة؟ طبعا هذا يعتمد على نقطتين أساسية. النقطة الأولى هو مدى تخويل رئيس الحكومة الجدي، والتخويل الورقي، تخويل جدي في أن يذهب إلى إدارة هذه الوزارات بشكل مباشر. من قبل من هذا التخويل؟ من كل القوى السياسية لا سيما تحالف الدولة الذي يشمل الإطار ويشمل والكردية والسنية التي مثلت هذه الوزارات والتي تبثلت بهذه الوزارات، فضلا عن الوزارات التي تم تسميتها بشكل حزبي إلى شخصيات. هذه هنا يعني راح يعني يبرز عندنا هذا الموضوع، وراح يتم تقييمه من خلال الأداء نفسه، لا سيما أن السيد الشاع هو أيضا يعني من ضمن الطلبات اللي كان طالبها أنه يعيد تقييم الوزراء، وبالتالي له حق استبدالهم، وهذا مهم جدا ونحن نقف معه بهذه النقطة. عملية استبدال الوزير الغير ناجح أو غير مؤهل أو غير كفو أو غير متفاعل، هسه مو بالضرورة يكون عندنا وزير فاشل، لكن قد يكون لدينا وزير غير متفاعل، وهذا حدث عندنا في بعض الحكومات، يكون معطل لعمل الحكومة لخيارات سياسية أو غيرها. حالة الانسجام السياسي والبيئة السياسية المستقرة الآن أعتقد هي تبشر وتدفعنا نحو التفاؤل على أن يكون فريق الحكومة وفريق عمل واحد منسجم، وبالتالي عملية الإدارة إلى وعملية إنتاج خطط حقيقية تتطلب أن تكون تقديرات مالية حقيقية، وهذا موضوع مهم جدا. إذا خرجت لدينا تقديرات مالية حقيقية مع ما موجود لدينا الآن من وفرة بالأموال، من ارتفاع بأسعار النفط، مع إمضاء الموضوع مثل ما تحدث جنابك إلى موازنة حقيقية، هنا راح نشهد انعكاس لنتاجات هذه الحكومة. والمواطن العراقي أيضا يعني هم ما رافع سقف توقعاته، وما رأيد اليوم من حكومة الكاظمي حكومة العفو السيد الشاع أنه تنهي كل الملفات 100%، لا، تدريجيا. ممكن اليوم احنا مقبلين تعرف هسه على حال فصل الشتاء يعالج لنا موضوع المياه والأمطار، وبدت هذه الكوادر الهندسية الفاعلة، يعني ينتهي الموضوع مو على شكل طارئ إنما على شكل أساسي، أنه تبنى بنى تحتية أساسية. كذلك على صيف 23 تكون هناك استعدادات لمعالجة نقص الكهرباء وغيرها، هذه استعدادات مهمة جدا تنطي رسالة إيجابية. إذا بدت العملية المباشرة ببناء البنى التحتية والمباشرة بالإنتاج تصبر عليها المواطن. هسه المستشفى ما تخلص بسنة، خلت تخلص بسنتين، لكن بالأخير أكو مستشفى راح تصير. هذا الموضوع يحتاج إلى تفاعل الناس، وفي نفس التوقيت يحتاج إلى المباشرة والمبادرة، ما نظل نتعكز. يعني اليوم التأخير يعني ما غير مبرر، خلصت بعد عندنا الحكومة، خلصت عندنا مسميات الوزارات، وأصلا عندنا برنامج حكومي مطروح، إذا سموا الأرقام وتوكلوا بالله وتبدي القضية إلى عاتق البرلمان. لا، البرلمان عليه أن يكثف جلساته ويقرأ الموازنة بشكل صحيح ودقيق، وشكل لجان الرقابية ويبدي بالتصويت على الموازنة. رغم أستاذ إبراهيم أن هذه الوزارات ليست بالسيادية، ولكن وزارات ذات أهمية خصوصا في هكذا ظروف. لما نتحدث عن حكومة خدمات نادى بها الإطار التنسيقي، نتحدث عن وزارة الإعمار والإسكان، يعني توزيع الأراضي أو بنائها، الكثير من المشاريع المتعلقة بهذه الوزارة مهمة جدا تعتبر في مرحلة الخدمة الوطنية. كذلك وزارة البيئة أيضا لها دور مهم في الحقبة الحالية، نعاني من التصحر، نعاني من الكثير من الأمور التي تتعلق بمهام هذه الوزارة. اكتمال نصاب الكابينة الوزارية خصوصا في هاتين الوزارتين راح يعزز أداء الحكومة من الناحية التقنية. يعني أولا أنه البرنامج الحكومي للسيد محمد الشياع متكون من 23 بند، هو يركز على 6 بنود أعتقد، من ضمنها الصحة والخدمات وحتى قضية الإسكان والإعمار. وبالتالي أنا أعتقد عندما يكون موجود وزير أصيل، هذا يعني أن ذلك كل القرارات قابلة للتنفيذ، وأن هناك آلية موحدة أو آلية متفق عليها على أن تأخذ وزارة الإسكان والتعمير أو حتى وزارة البيئة دورها في التعجيل بتنفيذ البرنامج الحكومي.
طبعا هو ايضا هو دافع كبير للحكومه، لان الحكومه ليست لديها حجه، لان الحكومه الكابينه الوزاريه مكتمله. البرنامج الحكومي اللي هو يركز مثلا في في قطاع الصحه، يركز على 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 الخدمات الصحيه، وبالفعل يعني هو اجرى تغييرات في وزاره الصحه. في امانه بغداد نفس الحاله، وزاره الاسكان والتعمير الان هو الان بعد ان اصبح وزير اصيل، الان انا اعتقد ستكون هناك مراجعه شامله للوزاره. في السابق ما كانت هناك مراجعه شامله للوزارات، يعني ما كان هناك تقييم. يعني انت اليوم تشوف مثلا مدير عام صار له 15 سنه في منصب مالته، 15 سنه لا يوجد تقييم عليه، لا يوجد هناك مساءله عليه، وبالتالي انه محمي من الحزب الفلاني او الجهه الفلانيه. الان انا اعتقد تطلعات السيد محمد الشياع تختلف، هو يريد ان يقيم الوزاره، يقيم الدائره، يقيم القسم، يقيم الشعبه بموجب اليه متفق عليها، يمتلك صلاحيات، يمتلك التخويل في ذلك. لذلك لا ارى احدا يحترض مثلا على فتح اي ملف فساد. لحد الان ملفات الفساد لم نؤشر اي احتراض، سواء من قبل كتله سياسيه وما شابه ذلك، لا، بل الجميع الان، الشارع الان يدعم ملف. يعني لاحظ حضرتك ملف الاموال التي سرقت او التي نهبت، التي عرفت بنور وتبعاتها وهيثم الجبوري، لا يوجد هناك جهه سياسيه احترضت على ذلك الملف، لانه الان البلد مدخن بالملفات الفساد. اثنين، انه وضع السيد محمد الشياع السوداني ملف مكافحه الفساد من اولويات حكومته، ونعتقد هذه خطوه. فيما يخص ملف الاسكان والتعمير هو ايضا وضع في ذلك، هناك اعتقد في يضع او انه وضع خطه لسنوات لانشاء مجمعات سكنيه وباسعار زهيده واسعار متعاونيه، وهذا طبعا خطوه كبيره جدا. يعني لاحظت الان عندنا اليوم اسعار الاراضي وصلت الى اعلى مستوى، يعني ما يقدر الموظف حتى بالقرض اللي ياخذه من مصرف الرافدين ما يقدر يشتري 50 متر. لاحظ حضرتك الامتار او المتر ارتفع في بغداد حسب المناطق، هناك 4000 دولار وهناك 15000 دولار. اذا ماذا يعني الفقير؟ ماذا يفعل الفقير؟ اعتقد هي قضيه المجمعات السكنيه، وهذا يعني الحاجه الفعليه لوزاره الاسكان والتعمير، لانه هذا تخصصها، وبالتالي وجود وزير اصيل يدفع باتجاه تنفيذ مجمعات سكنيه، تنفيذ ما يمكن ان ان ان, أن يتم تنفيذه ضمن البرنامج الحكومي. طيب استاذ عباس تحدث عن الدور البرلماني في هذه المرحله، نتذكر انه المكلفين السابقين في حكومات سابقه محمد توفيق علاوي وغيره لم تمنح الثقة لوزاراتهم في مجلس النواب. اليوم لما تحدثت حضرتك عن تحالف إدارة الدولة اللي النواة الرئيسية له هو الإطار التنسيقي حكومة السيد السوداني، بهذه العملية التشاركية من قبل كل الأحزاب وإنجاز مجلس النواب للتصويت على كل الكابينة الوزارية، هذه المقدمات راح تؤدينا الى نتائج مقبوله، خصوصا فيما يتعلق بالتجاذبات اللي كانت تحصل بين التشريع والتنفيذي في حقب سابقه. شوف سيدي الكريم، القضيه مو متعلقه فقط باكمال الكابينه من عدمها، يعني احنا عندنا حكومات كانت بها 4 وزارات هي تدار بالوكاله. نعم. القضيه بالاساس هي من الدور الرقابي للسلطه التشريعيه. شلون؟ البرلمان اذا فعل دور الرقابي بمتابعه الملفات بشكل صريح ودقيق، مو متابعه من غرض الابتزاز، احنا شاهدنا هذا الموقف، وشاهدنا انه كثير من الملفات اللي يتم متابعتها تنحل بالتراضي. هذا الموضوع هو الذي يشكل خطوره. للاسف البرلمان لحد هذه اللحظه منذ تشكيل الحكومه اللي راح يقارب اكثر من 40 يوما، لحد هذه اللحظه ما جاي نشوف عنده نشاط ملموس. المفروض فاتح ملفات كثيره، المفروض جاي يتابع نشاطات الحكومه الان واضحه، سواء كانت ملفات متابعه الاموال او ملفات متعلقه بالوزارات، والاهم من ذلك متابعه الدرجات الخاصه ومتابعه الاجهزه الامنيه ومتابعه الهدم الذي قامت به حكومه الكاظمي ورفع الضرر الذي حدث على الكثير من الشخصيات الامنيه والسياسيه وغيرها. هذا نشاط واضح على بغض النظر عن تقييمه، لكن انا سولف لي على البرلمان اللي هو العقده الاساس والركن الاساس بالعمليه السياسيه. احنا نظامنا برلماني، انا لحد الان ما جاي اشوف السيد الحلبوسي ولا فريق الرئاسي ولا الجهد النيابي، عندي نائب نابي يتحدثون في ملفات فساد ويكشفون بعض الاوراق، وكانما الموضوع قفز من المساحه التشريعيه الى المساحه الاعلاميه. الاصل اليوم تكون عندي جلسات تناقش قوانين ترفد الدوله الحكومه العراقيه باجراءاتها.
اليوم ارتب قوانيني وعندي اكثر من 120 قانون مرحل وعندي قوانين متعلقه بالنفط والغاز. تعرف احنا عندنا 6 أشهر مهله الحكومه في التعامل والتعاطي ضمن تحالف الدوله حتى ما اجي على مشاكل قادمه وارجع مره عندي مره اخرى مشاكل مع اقليم كردستان او مشاكل عندي مع محافظه البصره او مشاكل محليه مع المحافظين وغيرها. عندي تراكمات سنتين رئيس الحكومه السابق ما ملتقي بالمحافظين، محافظين ما عندهم مجالس محافظات، منهم من اثرى على المال العام، منهم اشتغل، منهم سرق، منهم ما تعرف يعني هذه المواضيع كلها تحتاج لها لا لجان ولا تشريعات ولا تقييمات. هذه مهمة البرلمان، سلطة تشريعية هي سلطة رقابية، ولا البرلمان يشريع عنده وياي عنده ملف يجي يبتز بي أو يسولف بي، لا أريده يجي يحاسب وزير على برنامج المنافذة ويحاسب محافظ على برنامج المحافظة، وهكذا يبدي هذا العمل يأخذ مساحاته. أما أنه نبقى ننتظر والله اليوم إحنا البركة خلصنا الكابينة الحكومية، هذا مو حل، لأن الكابينة الحكومية أيضا وراها قوى سياسية راح تمشي بمزاجها. الأصل أنه يتم متابعة هذا المزاج، أنه يكون ينضبط ضمن المنهاج الحكومي، يكون ينضبط ضمن المصلحة العامة، يكون ما تبقى عندنا حالة هدر وفساد وبالتالي تراكمات. وزارة التربية عندنا مشاكل بها، وزارة الصحة عندنا مشاكل بها، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، كلها كل الموجود هو عبارة عن مشاكل مرحلة. لا تتصور أن حكومة الكاظمي كانت حكومة إنجازات، 3 سنوات من التراخي وسرقة المال العام والإثراء على المال العام، فساد، كثير من المشاكل، ابتزاز للقضاء، ابتزاز للإعلام، ابتزاز للقوى السياسية، وإهمال سنتين أنت رئيس حكومة ما يلتقي بمحافظين، شنو من إدارة هذه كانت؟ طيب. هذه إدارة مصالح كانت، احنا بحالة سقوط وفشل للدولة، جينا ننتشله بتحالف الدولة وبمعية الأخ السوداني وببرنامجه، هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط مالي وضبط إداري وضبط تشريعي ورقابي وإسناده بالقوانين الساندة اللي يستطيع أن ينهض بها ويحرك المياه الراكدة في هذه الحالة. نعم، عندما يكون ضبط داخلي وخارجي لهذه الكابينة الوزارية أستاذ إبراهيم كما يتفضل السيد العرداوي، نتحدث عن المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة باعتبارها أنها ستكون حكومة قوية، وأيضا من ضمن الأولويات أن تهيئ لانتخابات مجالس المحافظات بعد أقل من عام. عندما تكتمل كل هذه الصورة وتقديم خدمات للمواطن، هذا بحد ذاته يهيئن المساحة الشعبية خلينا نسميها للمواطن، لما يرضى عن الحكومة راح يتوجه إلى صناديق الاقتراع على أقل تقدير ليدلي بصوته لحكومات المحلية. يعني أحد أسباب عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات هو سوء الخدمات أو النقص الكابر، أو خلينا نحكيها بصراحة يعني أولاً العزوف عن التنصل من الوعود الانتخابية. كل الأحزاب، كل المرشحين كان لديهم وعود انتخابية، هذا الوعود الآن للأسف الشديد لا يوجد هناك التزام بهذه الوعود الانتخابية. يعني الآن عندما تأتي للمواطن ليش تقول سيدة ليش ما رحت الانتخابات، يقول لك والله ما حد، أروح مرتين ثلاثة أربع مرات خمس مرات رحت أنا ما حد، مجرد شعارات ومجرد أنه كلام على الورق ومجرد مناظرات وما شابه ذلك، لكن في الواقع ماكو تطبيق. نعم. ماكو مستشفى، ماكو شارع زين، ماكو وظائف، ماكو مكافحة فساد. هذه ألقت بظلالها وأثرت على عملية العزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات. أنا أعتقد حكومة السيد السوداني إذا ماضية إن شاء الله في هذا البرنامج الحكومي الآن الذي نسبة الرضا من الجمهور نسبة مرتفعة جدا، الآن الجميع يشاهد خطوات السيد السوداني في مكافحة الفساد، في تعزيز دور المؤسسة التنفيذية، السعي نحو معالجة الكثير من المشاكل المرحلة، الملفات المرحلة، الأزمات المرحلة، أيضا يجد أن نفسه أنه مضطر أن يذهب إلى صناديق الانتخابات. طبعا هذا يحتاج إلى من، يعني الآن مثل ما السيد العرداوي حكى دور البرلمان الآن دور عجيب غريب، يعني وهو سلطة رقابية وسلطة تشريعية. هناك لجان بالبرلمان، هذه اللجان غير فعالة، هذه اللجان الآن يفترض يعني حتى تكون صوت الحكومة موازي لصوت البرلمان يفترض أن تفعل اللجان، ولكن يبدو أن رئاسة البرلمان غير جادة في ذلك، أو قد تكون مشاكل سياسية داخل اللجان البرلمانية قد يعطل، يعني ما لا نعلم الآن السبب الرئيسي، وإلا الحكومة الشجاعة والحكومة الماضية تحتاج إلى من يراقبها. اليوم نحتاج إلى تقييم وأداء مهام الحكومة خلال مثلا 30 يوم أو خلال شهرين أو خلال 3 أشهر، من يخرجها؟
تخرجها منظمات المجتمع المدني، ولكن عندما تأتي من داخل قبة البرلمان باعتبار سلطة رقابية تشريعية راح يكون دافع للحكومة. أنا أعتقد الآن ينعكس الوضع الآن، يعني هناك خلل في الجانب التشريعي، قوانين معطلة، مشاريع قوانين معطلة، الدور الرقابي معطل، النواب قد يكون البعض منهم فقط يعني يرى الحكومة، يرى الدولة العراقية فقط سلطة تنفيذية، وهذا خطأ كبير جدا. ولكن على العموم أنا أعتقد الإنجازات وتحقيق البرنامج الحكومة للسيد السوداني سيدفع سيمضي أو سينعكس إيجابيا على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء كانت مجالس المحافظات أو المجالس النيابي أو المجلس النيابي. أشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم السراج المحلل السياسي، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل البقاء معي الأستاذ عباس العرداوي كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، اجدد ترحابي بضيفي الكريم الاستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي، حياك الله استاذ عباس. وينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور علي التميمي الخبير القانوني، حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور علي، نتحدث عن الجوازات الدبلوماسيه، بالتاكيد لما نقول دبلوماسيه باعتبار استخدامها بشكل دولي وبشكل خاص، ويعني من خلال البحث اكتشفنا ان هنالك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية، أريد حضرتك تطلعنا عن بعض ما نصت عليه هذه المعاهدات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز وضيفك الكريم وسادة المشاهدين. طبعا اتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية تحدثت عن هذا الجواز القانوني بشكل عام، وتركت التفاصيل لقوانين تلك الدول، بشرط طبعا أن تكون هناك عدالة وإنصاف وتقييم. يعني مثلا القانون رقم 32 لعام 2015 وهو قانون جوازات السفر العراقي، من تقرأ أستاذ أحمد تلقاه يتكون من 22 مادة. ما نص على هاي التفاصيل لمن تمنح جوازات السفر، اللي هي أربع أنواع، اللي هو دبلوماسي وخاص وخدمة وعادي، أربع أنواع. ما بين يعني القانون ما بين هاي الجوازات لمن تمنح، لكن شنو اللي فصلها؟ اللي هي تعليمات رقم 2، شوف تعليمات رقم 2 لعام 2011 فصلت لمن يمنح الجواز الدبلوماسي والخاص والخدمة، العادي معروف يعني. فمن تجي على الدول، يعني حضرتك إذا تختار الجواز الدبلوماسي اللي هو يمنح لرئيس الجمهورية فما دون إلى المستشارين، تلقى عبارات في هذه التعليمات عبارات فضفاضة، عبارات يعني وضعت يعني لغير معناها إن صح التعبير. مثلا يقول لك للوزير، يعني وزير الخارجية، أن يمنح جوازات السفر لمقتضيات المصلحة العامة. طيب يعني شنو مصلحة عامة؟ هاي المسائل تقديرية تبقى إلى الوزير، وهذه التعليمات هي اللي منحت الجواز للمتقاعد، لأولاده، لأزواجهم اللي ذكرناهم. نتحدث عن الدبلوماسي. نعم. هي هاي الجوازات الثلاثة من عدا العادي، يعني جواز الدبلوماسي والخاص والخدمة، يعني تعطى للمتقاعدين من عميد فما فوق، تعطى للبرلمانيين. طبعا كثر في العراق حسب التقارير اللي دا تنشر انه هاي دا تمنح بشكل كبير. في اليابان مثلا قرأت تقرير يقول اليابان اللي هو 250 مليون نسمة ب 15 ألف جواز دبلوماسي فقط. يعني
لهذا هذه الضوابط أنا برأيي هي التي تحتاج إلى مراجعة، ليس القانون. وهذه طبعا الضوابط ممكن أن تعدل من قبل مجلس الوزراء، لأن هي ليست قانون حتى نذهب إلى البرلمان. اليابان نعم سأل عباس، اليابان اللي ما عندهم إنجازات، عندهم 15,000 جواز برلماني، لكن بالعراق وصلت في حكومة الكاظمي إلى 45,000 جواز دبلوماسي حسب ما أفاد بعضوين من لجنة النزاهة البرلمانية. أستاذ أحمد، بعد الترحيب بضيفك العزيز الكريم، قضية المتابعة نشاطات حكومة الكاظمي قضية هي وحدها تحتاج إلى تفاصيل. يعني أنت الآن تتحدث عن جزئية واحدة، تخويل واستثناء واحد اللي هو استثناء جوازات السفر. يا عزيزي، الحكومات تبنى على حماية الدبلوماسية وحماية الإعلام وحماية الأمن. هذه المسارات الثلاثة والدوائر الثلاثة والمساحات الثلاث، ثلاثتهن أضهن الكاظمي. المؤسسة الأمنية نخرها بشخصيات عليها مشاكل يا أبو مشاكل، والآن يتم تصحيح مسارها بشكل صعب جدا. والدائرة الإعلامية كنا نعرف الأبواق التي صنعها والمؤسسات التي دعمها وكيف جند كل الإعلام وجعل من نفسه حكومة إعلام وحكومة منجز إعلامي فقط. والدائرة الدبلوماسية هي الأخطر. بنفس التوقيت اللي تحدث عنه عن الجواز الدبلوماسي، علينا نتحدث على المحطات وعلى السفراء وعلى المستشارين والقناصل ومن منح حق البقاء خارجا بعد أن عوض ضمن فريق الخاص وغيرهم. عشرات الشخصيات الآن تم إرسالهم يعني في نهاية حكومة الكاظمي في مهام خارج العراق تحت العلم العراقي والمسمى الدبلوماسية العراقية، وهم ليس أهلا لذلك. هذه مشكلة كل معانيها. ما دام فتحنا هذا الملف علينا أن نتابع كل الملفات الموجودة به. قضية الأراضي التي وزعت بشكل خاص إلى شخصيات بعينها دون غيرها، حسب الأراضي وزعت بحث، ولكن الجوازات لما تعطى إلى مشاهير وعارضات أزياء وتطلع لك هذه السيدات إلى الخارج، مثلا لك العراق بجواز أحمر دبلوماسي إلى يعني قيمته الاعتبارية وأبسط الأشياء، أنه ما توقف بسرعة خاص وتعامل المطار. هي هاي كانت حكومته، هي هذول يمثلون العراق لو شلون. أستاذ أحمد عزيزي، هي هاي حكومته، وإلا اللي عندهم مو أشرف من ذني. إحنا قادتنا مرحلة سخيفة جدا بتاريخ العراق، ما نفتح تفاصيلها. العربات التيك توك والسوشيال ميديا هن ذن قرينات هؤلاء بالمؤسسة اللي كانت حاكمة العراق. مؤسسة الكاظم كانت عبارة عن هؤلاء مرتزقة وسراء ومبتزين، وبقت عليها هذه. هذه مشكلتنا اللي يجب أن نعترف بها. يعني هذه الشخصيات كيف منحت؟ ستقول لي وزير الداخلية، وزير الداخلية منين جاب لها كفيل هي هذه الشخصية؟ طيب لم تكن هي رفيقة القائد الفلاني والوزير الفلاني والشخصية الفلانية، ومفضلا عن مكتبه هو الخاص. المسألة مو بس هذه، المسألة انه هذه مو من الشارع جو انطوها جواز وغيرها. هذول كلهم كانوا عبارة عن جواسيس وبريد خاص ونقاط التواصل. هذا ملف أمني بكل معطياته. هذه ملف أمني، يعني انت من تجي هذه الشخصية وتنطيها جواز دبلوماسي، انت ماذا ترسل بيديها وشنو تستقبلها؟ هذا مصدر خارجي، مصدر داخلي، مع اي مخابرات متصلة؟ وين سافرت هذه اللي منحت هذا الجواز؟ ويا من تواصلت؟ هذا ملف بتفاصيل. هذا ملف انا اعتقد يحتاج انه يفتح امنيا قبل ان يفتح اعلاميا. نعم. ولكن يعني حاليا وزارة الخارجية ايضا تم مطالبتها ب يعني تبرير وتقديم الأوليات لهذا الموضوع دكتور علي، وحسب النظام البرلماني الإجابة تكون خلال 15 يوم. هذا الكتاب صدر من اثنين من أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، ولم يكن هنالك استجابة من قبل وزير الخارجية، بالتالي توجه كتاب من قبل هذين العضوين إلى الدعاء العام. صح. ومضمون شكوى ضد وزير الخارجية. صح. بالتالي وزارة الخارجية معنية بشكل أساس حول هذا الموضوع، وشون راح تكون معالجة هذا الانفلات في الجوازات الدبلوماسية؟ هو أستاذ أحمد، البرلمان هو جهة رقابية. نعم. وتعرف حضرتك
هناك لجان، وهذه اللجان هي التي تراقب، كل لجنة تراقب وزارة مؤسسة وتقوم بمراقبة الأعمال التي تقوم بها تلك الوزارة. طبعا لا تسقط بالتقادم مثل هكذا تصرفات، وأيضا يعني لا يتصور البعض أنه مثلا البرلمان هذا الحالي يعني دا يراقب تصرفات سابقة، ممكن ذلك لأنه هذا برقابة بأثر رجعي، رقابة بأثر رجعي على المخالفات، ويستطيع البرلمان كما تفضلت أن يحيل الملف في حالة وجود ما يشكل جريمة، يحيله إلى القضاء، وهذا التصرف صحيح. شوف أستاذ أحمد، الأستاذ عباس ذكر نقطة مهمة جدا، أنه منح الجواز خصوصا الجواز الدبلوماسي والخاص والخدمة، لمن تمنح؟ يعني في كثير من الدول لمن تمنح هاي الجوازات؟ هذه تمنح للشخص اللي عنده بحث بحوث، اللي خدم المجتمع، اللي عنده فد ارث تاريخي راح يخدم المجتمع على المدار البعيد، عنده مؤلفات في مجال اختصاصه. يعني ما معقوله انت يعني جواز السفر العراقي، وحضرتك تعرف اسوأ انواع الجوازات بالعالم، يعني حتى باكستان وافغانستان او بنغلاديش هي افضل من عندنا. فانت عندما تذهب الان الى اي دوله، واحنا شاهدناها شخصيا، انا شفت له هذا الجواز الشخصي دكتور علي، إيه؟ لكن نتحدث اليوم عن دبلوماسي. هو منين يجي هذا الهبوط بالجواز العادي؟ بسبب هاي التصرفات، بسبب هاي الفوضى يا استاذ. يعني انت يفضل عليك الافريقي في قيمه جوازك، يعني انت جواز دبلوماسي شنو قانون هذا؟ هو هذا شنو قانون؟ يعني هذا قانون قابل للطعن امام المحكمه الاتحاديه، قانون رقم 32، قانون الجوازات. يعني انت شنو فرقي اني او حضرتك او استاذ عباس عن هذا الشخص اللي تعطيه جواز احمر دبلوماسي يسافر بي؟ ما احنا عندنا مؤلفات وعندنا كتب، واستاذ عباس كذلك. شنو مو يخالف الماده 14 من الدستور؟ لو ما يخالف، مو الماده 14 يا استاذ احمد من الدستور تقول لك العراقيون متساوون امام القانون، لا فرق من حيث الجنس او اللون او الطائفه او يعدد لك هذا؟ انت تجي تعطي جوازات سفر كلمه يعني لمقتضيات المصلحة العامة؟ ها شنو هالقوانين هاي استاذ؟ الله يخليك يا استاذ عم، شنو مقتضيات انت؟ شنو هالنهايات المتسربلة اللي دا تخلوها بالقوانين، واللي دا تتيح هاي التجاوزات، واللي دا تتيح هاي السمعة السيئة للبلد؟ يعني مثل ما تفضل الاستاذ، انت من يقول لك هاي امرأة مع احترامي إلها يعني مهما تكون، دا تعطيها جواز سفر دبلوماسي ما مرتبطة بمخابرات خارجية، بأمن خارجي، مدى تهرب مخدرات؟ لان ما يتفتشون دول استاذ احمد، ما يتفتشون. فبالنتيجه هذه مو بس تحتاج مراجعه، هاي تتعلق بالامن الداخلي والخارجي، يعني قانون العقوبات يسميها الجرائم الماسه بامن الدوله الداخلي والخارجي. طيب. والاستاذ محمد السوداني الله يحفظه، هو دا يخط مسيره يعني مكلله بالنجاح، وكلنا كشعب كمجتمع انشد على ايده بهاي. يعني هاي الملفات يحتاج الى ان تحسب يا استاذ احمد، لان هاي تخلق فوضى. طيب. وتخلق يعني انعكاس سلبي في نفسيه الناس. نعم. حتى الثقه بالحكومه تضمحل اذا لم تعالج هذه القضايا. شلون تحسم هذه الملفات استاذ عباس؟ يعني يفترض انه تسحب هذه الجوازات الدبلوماسيه، اكو طريقه انه يعني يقنن بها هذا الموضوع، وطريقة أيضا المحاسبة لمن ستكون؟ طبعا الأمر يعني بمسارات القانونية، ممكن بقرار بسيط من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة إيقاف العمل بها، دعوة إلى تجديدها وإيقاف العمل بها إلى حين تدقيقها. الآن الحكومة جاي تجري عملية تدقيق لكثير من الملفات، وهذه الملفات اللي جاي يتم التدقيق بها جاي يلقون مشاكل كبيرة وحقيقية، وما دام هذا الموضوع انفتح فبالتالي تدقيقه أصبح واجب، لا سيما مع إشارة الأخ العزيز الدكتور إلى موضوع ارتباطه بالملف الأمني.
الموضوع تبدا تدقيق الاسماء، تدقيق المعطيات اللي عليها، مو 4000 او 5000 مهما كانت، هي بالاخير حاسبات وممكن اليوم متابعتها الكترونيا ومعرفه هذه النقاط. طبعا هذه مو بس هذه النقطه، اكو تخاويل مختصه متعلقه بدخول المنطقه الخضراء خاصه منطين الاف من عندها اللي تسمح بدي شخصيات بالتجوال. طبعا الموضوع اكثر من ذلك، لعله باكر عقب بدنا نتابع هذا الموضوع نجد منح جنسيه او منح جواز لغير العراقيين، وهذا الموضوع به تداعيات كبيره. الموضوع اعتقد ايضا يمس مجلس الامن العراقي، مجلس الامن العراقي ممكن انه باعتبار انه دائم في انعقاد دائم لهذا في متابعه هذا الموضوع، المخابرات الامن الوطني يبدي بحث عن هذه التفاصيل ومتابعتها. تعرف التخويل هذا مثل ما ذكر ضيفك، لعله نقل اموال، لعله نقل مخدرات، لعله هنالك مكتسبات ماليه مترتبه على هذه، زوجه من هذه، اخت من هذه، اقرباء من هذه، صهر من هذه. هذه نقاط احنا جريمه نور فتحت لنا الكثير من التفاصيل وفتحت الكثير من المخرجات لمتابعه الجريمه. قد لا يكون القانون بشكل مباشر محاسب لها، واستثمار هذه الرخص القانونيه او النهايات السائبه اللي اشارتها الضيف الكريم هي تسمح بهذه المعطيات. لا، احدد هذا الموضوع بالمصلحه العامه للعراق واحدده من خلف هذه القوانين، ودعته كذا يحتاج قوانين طارئه. سيد محمد الشياع الشعب كله معاه بهذه القضيه. ليش؟ لان القضيه تخص امن وسلامه البلاد وتخص هدر المال والفساد، والموضوع هو ترى بنيه مرتبطه ببنيه اخرى. تقف هذه النقطه ممكن تكشف لنا الكثير من الملفات، تكشف لنا الكثير من الشخصيات، وبالتالي راح تبين هذه التداعيات خلال ايام قادمه. طيب الموضوع هذا ما راح يخلي بعض الدول دكتور علي انه ما تعتمد الجواز الدبلوماسي العراقي باعتباره انه اصبح شيء متاح، ومن المعروف ان الشخصيه التي تحمل الجواز الدبلوماسي بها مميزات واكو بعض الشخصيات ليس لديها اي مميزات، بالتالي علاقات العراق الدوليه ما راح تتاثر بهذا النهج اذا ما اتخذته بعض الدول؟ النظره الدوليه تكون سلبية. يعني هذه التقارير اللي ذكرتها لحضرتك يعني هي تقارير أحيانا تصدر من منظمات دولية كمنظمة هيومرايت سواتش، منظمات دولية أخرى يعني سلطت الضوء على مسألة الجوازات ومنح الجوازات وخصوصا الخدمة والخاص والدبلوماسي بهذا الشكل العشوائي. هنا طبعا المجتمع الدولي تدخله او الدول الاخرى تدخلها لا يكون، يعني حتى وفق اتفاقيه سلطه الطيران المدني لا تتدخل الدول في شؤون الدول الداخليه، لانه كل دوله تكون عندها استقلاليه فيما تفعل فيما تقوم به. يعني منح الجواز الدبلوماسي او الخاص او الخدمه هو يكون وفق معايير ووفق معطيات. المشكله هاي يعني التعليمات، يعني هاي كلش مهم، بس هاي التعليمات يحتاج الى ان تنسف الى ان تغير، ما نص عليها القانون. يعني من تجي تقرا البعض يتصور انه هذا جواز قانوني، هذا مو جواز قانوني استاذ احمد، هاي تعليمات، يعني تعليمات صدرت بزمن الاستاذ المالكي. هذه ممكن الان ان تغير، ان تبدل، ان تصحح. يعني انت شنو، هسه يعني اضرب لك مثال، يعني نائب خدم المجتمع وعلى العين وعلى الراس ويمثل 100,000 نسمه، اعطيته جواز في وقت خدمته، جواز دبلوماسي. طيب زوجته واطفال شنو علاقتهم بالموضوع؟ يعني قد هو يسافر، يحضر مؤتمرات، يحضر ندوات. انا اتحدث وفق النقد الدستوري للنص اللي موجود. طيب يعني خلصت خدمته، خلص يسحب هذا الجواز، يصبح مواطن عادي، لان هذا الجواز بهالطريقه دا يتكاثر في كل سنه دا يتكاثر. وشوف مو بس للنائب او للمستشار او للدرجه الخاصه اللي هو عدتهم بهاي التعليمات، يعني قائمه طويله، لا، وانما لازواجهم واولادهم. يعني هذا الشيء الغريب ما موجود ببلدان العالم. يعني حاولت ثاني ابحث عن قوانين اخرى مثلا في القاهره، في دول عربية أخرى، ما لقيت هيجي هالشمولية. هو حتى القانون هنا المشرع يعني متحاشيه، يعني المشرع بالقانون 32 قانون جوازات السفر
اللي ما بيه تفاصيل. شنو هو القانون جواز السفر؟ 22 مادة تحكي لك من يضيع منك جواز شو تسوي، من جوازك يتلف شنو اللي يسوي. طيب المسؤولية على من تقع دكتور علي؟ يعني على من تلقي باللائبة. وزارة الخارجية لم تعلق، ولكن أكو تصريح لبعض وسائل الإعلام مقتضب يقول أنه مو شغلنا أنه تجينا استثناءات من مكتب رئيس الوزراء السابق، وبالتالي وزارة الداخلية تعطي استثناء وتصرف. لا، هو مع الاحترام لهذا الرأي أنا أختلف، لأنه المسؤولية مشترك. شوف، لأنه هو القانون يتيح لمن؟ يتيح الوزير الخارجية ووزير الداخلية بهاي الاستثناء اللي وفق المصلحة العامة، هاي العبارة اللي كررتها التعليمات أكثر منه. فأنت من يجيك كتاب مثلا من الأمانة العامة أو من يعني من الجهة التنفيذية، أنت بإمكانك أنه ما تنفذ، لأن أنت الجهة المسؤولة. فهذه تسمى في القانون الجنائي اشتراك. نعم. يعني مواد 47 48 49 من قال العقوبات، هذا اشتراك. يعني أنا وشخص من يقوم بفعل معين ويشكل جريمة، هذا اشتراك يعني بالجريمة. فهذا من اللي راح يفك طلاسمة التحقيق. وأيضا نقطة سألت بها حضرتك سيد عباس، سألته إنه يعني المادة القانونية اللي راح تنطبق على الفعل، أنا برأيي هاي المادة القانونية اللي تنطبق على الفعل هي ليست فقط إهمال، يعني إهمال أو تجاوز حدود الوظيفة أو مخالفة تطبيق القوانين، لا، أنت قد تكتشف أمور أخرى. يعني قد تكتشف أثناء التحقيق اللي دي مثلا تهريب مواد معين، تهريب بشر، إتجار بالبشر مثلا، يعني هذا راح يعني مو فقط اللي يعني حصل على في التعقيد والأهمية، وهي باب من أبواب الفساد الكبير سواء في الإصدار حتى أو تهريب العملة ما غسيل أموال. بالتأكيد أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي التميمي الخبير القانوني، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.